مخلفات البيوت كتيرة، مخلفات مطابخ وأفران وقش وتراب وبواقي الأكل وغيره وغيره. وست البيت النظيفة ما بتسيبش حاجة وراها، النظافة أول بأول. ونظافة عشش الحيوانات وعشش الطيور يوم بيوم. لكن المشكلة إن إحنا لسه فاكرين إن النظافة جوه البيوت وبس. فاكرين إن الترعة أو النيل أو المصرف بيخلصونا من الزبالة. حتى الفلاحين في المزارع بيرموا القش والبوص. اللي بيحصل إن المخلفات دي بتتجمع وتتحول لأكوام تقفل مجرى المية، وعند آخر المجرى فيه زرع بيموت من العطش وأراضي تبور لأنها مش وصلها مية، وتبدأ المخلفات تترسب وتبقى وكل للجراثيم. تتحرك المية لزرعنا وحيواناتنا والطيور، ومعاها مواد صلبة في منتهى الخطورة، وتتعفن المخلفات وتتملي بالناموس والذباب وأمراض تهدد صحتنا وزراعتنا. ليه كل ده؟ بلدنا جميلة والمية نعمة والحل سهل. ايدينا في ايدين بعض نخلي بلدنا نظيفة. ونخلي حياتنا سعيدة وجسمنا سليم وصحتنا سليمة علشان نعيش صح.